السيسي يطلق مبادرة نور حياة ويخصص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لدعمها. وزير الخارجية يجري مباحثات اليوم مع المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا. والملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن يعلن عدم اعترافه بمادورو رئيسا شرعيا للبلاد. الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت جرينتش موجز أخبارية يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة نور حياة التي تهدف إلى العلاج المبكر لكافة أشكال أمراض ضعف الإبصار. وأخر الاحتفالية صندوق تحيا مصر التي أقيمت تحت رعايته بالعاصمة الإدارية الجديدة أعلن الرئيس عن دعم المبادرة بمبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر. كما أعلن الرئيس السيسي أن الصندوق سيوفر 1000 وحدة غسيل كلوي من أجل علاج الأطفال المصابين. كما أشار إلى أن الصندوق ساهم في توفير 250 ألف مسكن ضمن مبادرة تطوير العشوائيات. وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان الاتصال تناول بحث بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن اخر تطورات الملفات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في منطقتي الخليج والشرق الاوسط. يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم مباحثات مع المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسون الذي يزور القاهرة. وتتناول المباحثات التطورات في سوريا وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. أدانت وزارة الخارجية العراقية ما قامت به القوات التركية من فتح نيران أسلحتها على المواطنين الذين تظاهروا في محافظة دهوك احتجاجا على التدخل التركي. وقالت الخارجية العراقية في بيان أنها ستقوم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج حول الحادث، معربة عن أسفها لسقوط ضحايا وخسائر نتيجة الاعتداءات التركية على المواطنين. بحث الفريق الحكومي اليمني في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة مع رئيس لجنة المراقبين باتريك كامر تنفيذ اتفاقات ستوكهولم، وذلك بعد وصول الأخير العاصمة المؤقتة عدن. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد استعرض المسؤول الأممي خلال اللقاء جملة من المقترحات حول إمكانية انعقاد لقاء مشترك يجمع الفريق الحكومي مع الحوثيين وآلية التنسيق وتحديد زمان ومكان انعقاد اللقاء. أعلن الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا أنه لم يعد يعترف بنيكولاس مادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا. وأكد سيلفا وهو أعلى دبلوماسي عسكري فنزويلي معتمد في الولايات المتحدة أنه تحدث مع خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا وأبلغه أنه مستعد لإطاعته، مشيرا إلى أنه لا يتفق مع ما يجري في البلاد من ما وصفه باغتصاب للسلطة وسوء معاملة السكان في بلد غني بالموارد البشرية والطبيعية مثل فنزويلا. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.